ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم السبت 22 يناير كانون الثاني 2022. بالنسبة لك النهاردة يا سرطان، هتصطف بعض الكواكب المهمة بطريقة هتتيح ليك فرصة نادرة للشفاء والتعويض، وهتكون قادر على انك تعترف اكتر بالاخطاء اللي انت ارتكبتها في الماضي، وهتكون قادر على انك تكفر عنها. وعند انك تقوم بده هتكون قادر على انك تزيل عبء كبير من روحك لليوم. بالنسبة ليك عاطفيا، التغيير والثروة والعاطفة موضحة ليك اليوم. انت هترفض انك تجلس على السياج بعد الان، وهترفض انك تدع القدر يأخذ مجراه دون بذل اي جهد لتوجيهه نحو ما تريد لليوم، وهتجعل شدة مشاعرك شريكك مبهورة لحد ما. دع غرائزك في انك تاخد القرارات الرومانسية المناسبة، وهتاخد حياتك في الاتجاه الجديد اليوم. بالنسبة لك مهنيا، هتشعر بطموح كبير جدا اليوم، وهتفتح فرصة جديدة في مكان عملك هتكون حريص جدا على انك تستفيد منها استفادة كبيرة جدا. وبحذرك من ان شغفك ما يولدش الغيرة وحتى المشاعر السيئة بين زملائك اليوم. عليك انك تدرك انه من اجل اكمال مشروع بنجاح، من الضروري ليس فقط اقناع رؤسائك ولكن ايضا الحصول على دعم زملائك في العمل اليوم. بالنسبة لك صحيا، اليوم ده هيكون مثالي علشان تنغمس في وقت خاص لنفسك. اذهب للحصول على تدليك او علاج تجميلي، هتشعر بشعور رائع جدا من خلاله. ومن المحتمل ايضا انك تحصل على بعض الاخبار الجيدة، وخاصة في اللي بيتعلق بصحتك ولياقتك البدنية. يمكنك ايضا انك تجرب انظمة صحية مختلفة علشان تعرف النظام الانسب ليك واللي هيريحك على المدى الطويل. عليك يا برج السرطان للعشرية الأولى مواليد 21 يونيو لواحد يوليو، أنت هتحدد منطقتك وهترفض أنك تتنازل عن أي أرض فيها. ليس الأمر أنك إقليمي في حد ذاته، لكن تذكر وتقبل أن شريكك ليس من ممتلكاتك. لا تبكي بشأن ذلك أيضا. بالنسبة لتوقعات العشرية الثانية مواليد 2 يوليو ل 12 يوليو، هتحب انك تتنازل وتستمر في التقليد. بالنسبة ليك هذا هو جوهر الأسرة والحياة، وهتتعلم كل التفاصيل عنها، وهتعرف دايما التاريخ وراء ده. توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، سيسود اليوم الاتجاه نحو الانسحاب، لذلك سترفض التحدث علنا عنه. إنه الأمر مخزي جدا، لكن يمكنك أنك تسمع رأيك وتخرج من صدرك ما يزعجك لعدة أيام كان. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيواصل القمر عبوره للعذراء حتى اليوم، وده هيشجع على اللقاء نظرة فحصة على الوظائف الصغيرة وحتى تفاصيل حياتنا، بينما هيساعدنا ترين القمر لبلوتو على التركيز، فإن مربعه للمريخ والقوس يمكن أنه يشتت الانتباه. نفذ الصبر ليس من الضروري أنه يسهل السيطرة عليه. هيتحرك القمر عبر الميزان اليوم، وده هيحفزنا على أننا ننسق للأمام، وهيأتي التعاون بسهولة أكبر مع خطوط القمر ثلاثية الأبعاد للشمس والعطارد. هتتجه الشمس وعطارد لمحاذاة بالضبط صباح الغد. يمكننا حتى أن نقوم بالكثير من التفكير، والتفكير الآن هيحدث القمر الفارغ مع الجانب الأخير للقمر قبل تغيير العلامات لمربع مع المريخ، هيدخل القمر برج الميزان اليوم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.